مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في المشهد والذي نناقش فيه ضمن هذه الحلقة رؤية المجلس الأعلى للشباب للتحديات التي تواجه الشباب الموريتاني. معي لمناقشة هذا الموضوع بحيدة والخطري عضو المجلس الأعلى للشباب ورئيس لجنة الحكامة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم أخي العزيز. صوم مقبول إن شاء الله والأيام الأولى من رمضان وإن شاء الله ما تعبتكم. رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية والعربية، الأمة العربية والإسلامية. إن شاء الله محورنا الأول سيتجسد في حول المجلس الأعلى للشباب. يعني هناك سؤال يطرح عن الأسباب الكامنة وراء تأخر انطلاقة أنشطة المجلس، خاصة أنه أتى بعد فترة من الصدور مرسوم بتأسيسه. طيب شكرا جزيلا أخي الكريم على الاستضافة، وشكرا لكل العاملين والعاملات في قناة المرابطون. المجلس الأعلى للشباب ممكن يقول البعض أنه تأخر، وممكن يقول البعض أنه لم يتأخر. هذا طبعا يرجع إلى تحليلات كل الانفراد. تتعرف أن إنشاء أي مؤسسة يتطلب الكثير من الوقت، وأنت تعرف أن المجلس الأعلى للشباب تم تعيين أعضائه في أكتوبر 2015، وكان يتطلب لمزاولة مهامه تعيين رئيس، وبعد ذلك تعيين مسؤول مالي، وعين بعد ذلك رئيس المجلس الأعلى للشباب الرئيس محمد يحيى بطل إبراهيم، وبعد ذلك عين مؤخرا مسؤول المالية هي رغية بنت حنان. وتطلبت المجلس هذه الفترة ليظهر يعني كل هذه الفترة الطويلة من أجل تعيين أعضاء المجلس. طبعا هو هنالك قوانين أنت لا شك، وليس هنالك مرسوم واحد فقط، هنالك مرسوم المنشئ المجلس الأعلى للشباب والمرسوم رقم 101، وكذلك بعد ذلك المرسوم المعدل لبعض المواد المجلس المرسوم رقم 101، يعني المرسوم 047 بعد ذلك. وبالتالي هنالك بعض الترسانة من القوانين، ليس الأمر فقط هكذا كلام. هي مؤسسة مهمة، لأنها مؤسسة تعنى بأكثر من 70% من موريتانيا، وبالتالي هذه المؤسسة تطلب دراسة وتطلب استراتيجية وتطلب ترسانة من القوانين وتطلب اختيار يعني تتطلب ممكن أن تقول تطلبت هذا الوقت من أجل أن تظهر للعالم. طيب ما هي المعايير التي على أساسها تم اختياركم كأعضاء لهذا المجلس؟ طبعا سوف أجيب على هذا السؤال وإن كان بشكل واضح بشكل صريح. طبعا بشكل واضح وبشكل صريح طبعا ممكن نجيب على السؤال، وإن كان طبعا الإجابة السؤال ممكن أطرحها للجنة التي كانت أشرفت على الاختيار، يعني اللجنة المكلفة باختيار أعضاء المجلس الأعلى للشباب، ولكن سأقول ما شاهدته وما أعرفه. أنت تعرف أنه حدث هنالك لقاء الشباب مع الرئيس أنتم ولمن ذلك اللقاء 2014، وطبعا انبثق عن ذلك إعلان الرئيس فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز لإعلان المجلس الأعلى للشباب، وهي طبعا خطوة لها مكانتها في نفوس الشباب الموريتاني. وبالتالي المعايير، أنت تعرف أنه شاركت هنالك أكثر من 7000 شاب، هؤلاء الشباب شاركوا بملء استمارات طبعا من دون معرفة أسماء هؤلاء الشباب. هنالك تنقيط لدى اللجنة المشرفة على اختيار أعضاء المجلس الأعلى للشباب، وهذا التنقيط طبعا على أساس الشهادات، على أساس طبعا التجربة، على أساس إن كنت سابقا مثلا في مؤسسة شبابية مثلا نوادي اتحاد إلى آخره. هذا طبعا ما أبلغني به أحد أعضاء اللجنة المشرفة على اختيارنا، وبالتالي أرى أن الاختيار كان شفافا حقيقة. أنا شخصيا لا أعرف أي أحد من أعضاء هذه اللجنة، يعني أعرفهم ولكن لم أشاهد أي منهم قبل يوم الامتحان، هذه الأمانة. لم أتكلم قط ولم أجلس مع أي أحد من هؤلاء الأعضاء ذكرا كان وأنثى قبل اليوم الذي أجروا فيه المقابلة معنا. وبالتالي مقابلة وامتحان أيضا هي مجرد مقابلة شفهية؟ لا، المقابلة في المرحلة الثانية. أنا أعتبر أن المرحلة الأولى مرحلة من الاستمارة هو امتحان. طيب. لأن فيه طبعا أسئلة تطلب مقالات، هي ليست أسئلة هكذا. طبعا ممكن البعض أن يكون أجاب عليها باستخفاف وشنها القبلي، ولكن هي أسئلة تطلب كانت مقالات، لأن أسئلة أنا أرى أنها كانت أسئلة جوهرية لمعرفة حقيقة ما الذي سنقدمه، ما الذي ستقدمه هذه النخبة التي ستختار لتمثيل الشباب الموريتاني للشباب الموريتاني. وأنا أعتبر هذا امتحان طبعا في المرحلة الأولى. بعد ذلك طبعا اختيرت 100 من أصل 7500، وطبعا المقابلة كانت فقط ل 100 شخص على أساس أن تختار منها 14 شخص. وطبعا أظن أن هذه المعايير معايير شفافة وواضحة.
طيب معايير شفافة واضحة باعتباركم أنتم هي معايير إلى حد الآن لم تحدد، يعني مجرد ما الاستمارة ثم مقابلة شفوية على هكذا بهذه الطريقة دون الإعلان عن أسماء اللجنة التي كانت مشرفة على هذا الامتحان أو ما سميته أنت الامتحان، يعني من هي اللجنة التي كانت مشرفة على هذا الاختيار؟ طبعا لا أقول أن اللجنة طبعا خفية، اللجنة أقول أنها معروفة لدى كل الشعب الموريتاني ومعروفة لدى كل الموريتانيين، وطبعا أنجزت أن أنها مقابلة ومقابلتين في بعض القنوات، ولا أظن أنها لجنة، طبعا هي لجنة معروفة تتكون من بعض الأشخاص وطبعا تكون من بعض خيرة الشباب الموريتاني، وطبعا أنا هنا لا أزكي اللجنة، أنا أقول ما شاهدته وما أعرفه، وبالتالي أنا عند رأيي بأن هذه معايير واضحة، لأن معايير على أساس شهادات، معايير على أساس تجربة، معايير على أساس تعرف كم اللغة، معايير على أساس مثلا إن كنت تعرف لغات مثلا اذا كنت تعلم اللغات الوطنيه الى اخره، هنالك تنقيط واضح. انا اظن ان هذه معايير. طيب هل هناك مده للعضويه داخل هذا المجلس؟ طبعا هو المجلس طبعا كما هو محدد المرسوم المنشئ طبعا مدته 3 سنوات. مده المجلس 3 سنوات ثم يتم اختيار مجلس اخر. مجلس اخر طبعا 3 سنوات غير قابل للتجديد. طيب هل قمتم بالاتصال بعد تكوين هذا المجلس؟ هل قمتم بالاتصال بالشباب الفاعل في المشهد؟ نعم نعم، انت تعرف اولا ان الانطلاقه كانت يوم الجمعه الماضي، طبعا هذه كانت هي البدايه الفعليه، وهنا اسمح لي ان اقول بانه ليس من العدل محاكمه مؤسسه يوم انطلاقها، هذا طبعا ليس لدى العامه ولكن ليس لدى عامه الشباب وانما هو لدى بعض جزء، لكن يتم محاكمه الاليات والمعايير التي على اساسها تم تشكيل هذا المجلس. طبعا هذا تحدثنا فيه، ولكن اظن ان او هذا التشكيل صاحب الانطلاقه بعض الكلام او انه ليس في محلي، لأنه من غير المصف أن تحكم على مؤسسة يوم ميلادها، مؤسسة يوم الجمعة يعني انطلاقتها كانت يوم الجمعة، محاكمتها في يوم الانطلاقة أو أنه طبعا ليس من العدل. أقول بكل صراحة أنه على الشباب الموريتاني أن يثق في نفسه وأن يعطيه فرصة لنفسه، لأن فخامة رئيس الجمهورية أنشأ المجلس الأعلى للشباب، وهذه خطوة مهمة طبعا ممكن أن تكون داخلة في إطار السياقات الجيوسياسية طبعا الإقليمية والدولية طبعا والمحلية، هذا الشيء طبعا طبيعي، ولكنها هنا حاجة كانت مهمة لدى الشباب الموريتاني، وأظن أنها بوتقة مهمة ينبغي أن تنصهر فيها جهود كل الشباب الموريتاني. المجلس الأعلى للشباب من داخل موالاة ومن الشباب القريبين من دوائر صنع القرار ودوائر النظام. طبعا لست مع هذه الفكرة تمام إطلاقا، لأنه ليس بالضرورة أن المجلس أتاقى طبعا من الولاة، لا، أنا أعون أن الاستمارة كانت مفتوحة للجميع، وأعون كذلك أن الأعضاء ليست الاستمارة مهم، ما سيعقب الاستمارة طبعا ما سيعقب الاستمارة لما تجوم المجلس لكن على الأقل قريبون من دوائر صنع القرار، لكن ألا تشارك أو مقصدون على دوائر معينة، لكن ألا تشارك أنت في مل الاستمارة، هذا شيء يعنيك أنت، المهم الاستمارة مفتوحة أمام الجميع، شارك وإذا أخذ مثلا أنا مع الذين الانتقاد الصحيح هو أن تكون يكون هؤلاء 14 لا يمثلون شباب موريتاني أو ليسوا أصحاب كفاءة، هذا هو الجوهر، أما أن تشارك 7500 وتظن أن هذه 7500 كلها ستكون ضمن 14 طبعا ستختار منها 14، إذا أقول بأننا طبعا بالرجوع إلى السؤال، نعم نحن اتصلنا بشباب موريتانيا لأننا نحن من الشباب وإليهم، وطبعا شعارنا هو بناء موريتانيا بأيدي شبابها، طبعا اتصلنا من اول تعيين لنا، نرجع الى الفتره الماضيه التي كثير من الشباب اللي التقيت بهم من الشباب الفاعلين او على الاقل في مستوى ان يكونوا انا ساجيبك بكل شفافيه وبكل وضوح وبكل صدق، نحن من اول يوم تعيين لنا بيوم 13 اكتوبر 2015 هؤلاء النخبه 14 تنادوا الى كلمه سواء وهي بناء الوطن، وكنا نعمل في هذه الظروف كلها، نعمل اجتماعات في أماكن، وهذه هذه 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 الأشهر أنجزنا خلالها رؤية واضحة، وأنجزنا خلالها تقريبا مسودة نظام داخلي، وبالتالي هذه الفترة لم نكن فيها نيام، بل كنا يقظين جدا وكنا على اطلاع، مثل عندما تقول لم نتصل بالشباب، نحن اتصلنا بالشباب، من هم الشباب؟ الشباب هم النقابات الطلابية، الشباب هم الحركات الشبابية، الشباب هم هؤلاء كلهم نحن اتصلنا، ليس بالضرورة أن نعلن، نحن أول مرة ينبغي أن نعلن فيها عما نفعل هو ابتداء من يوم الجمعة، يعني انطلاقتنا الرسمية، ولكن قبل ذلك حدث لبل أكثر من ذلك، نحن حتى شاركنا في بعض المؤتمرات الدولية، مثلا شاركنا في مؤتمر الأمانة العربية في الرباط، وشاركنا كذلك، والآن رئيسنا طبعا رفقة كذلك أحد الأعضاء الآخرين السيد الرئيس محمد يحيى والأخت محجوبة في داكار، وبالتالي نحن
يعني استخدمنا يعني القوة، استخدمنا كل قوانا من أجل العمل، وبالتالي لم تكن هذه الفترة فترة فقط، وبالتالي خدمنا خلالها والتقينا بكل الشباب. طيب كيف تعامل هذا الشباب؟ كيف كان استقبالهم؟ كان استقبالهم لاتصالاتكم؟ كانوا كلهم يثقون بالمجلس، وللأمانة الشباب ممكن أن تقول أنت موالي أو معارض، نحن التقينا بكلهم. وحقيقة شباب من داخل أحزاب من داخل سياسية معارضة وموالية؟ ليس المهم من داخل، لا أريد أن أركز على أحزاب سياسية وشيء من هذا القبيل، المهم أنهم شباب. لا أركز، لكن هذا هو السؤال، لكن نعم. اتصلتم بمجموعات نعم شبابية حسب التصنيف الذي تقولون أحزاب سياسية معارضة وموالية، حسب التصنيف الذي تقولون أنت، نعم أحزاب داخل أحزاب شباب داخل أحزاب موالية وداخل أحزاب معارضة، ولكن أقول لك أن المجلس ليس حزبا سياسيا ولا يتبع لحزب سياسي، المجلس هيئة مستقلة طبعا تتبع لرئاسة الجمهورية وهي الوصية عليها، وطبعا الاتصال المباشر لرئاسة الجمهورية والمجلس طبعا طيب سياسية، لكنها مسؤولة عن كل الموريتانيين. طيب يطرح سؤال عن دلالة الإعلان، عفوا بغض النظر عن توجهاتهم الفكرية والسياسية، وبالتالي المجلس لكل الناس والمجلس لكل الشباب، وأقول وأطمئن الشباب الموريتاني بأن هؤلاء الشباب هم من خيرة الشباب الموريتاني وسيظهر ذلك في المستقبل. أقول لك زيادة على ذلك، أنا درسنا حاجيات هؤلاء الشباب. طيب سنأتي على هذا في محورنا الثاني ومقترحات ورؤيتكم لواقع الشباب إلى غيره، لكن في محورنا الأول ما زلنا حول المجلس والسؤال الذي يطرحه الآن عن دلالة الإعلان عن بداية أنشطتكم في المرحلة الحالية التي تعتبر حساسة، يعني مفترق طرق سياسي وحوار متعثر والمأمورية الأخيرة للرئيس الحالي محمد بن عبد العزيز وجملة من التكهنات حول مستقبل السياسي للبلد الآن. يعني هذه الاستفهامات توضع عن إعلان المجلس الأعلى للشباب في هذا الوقت بالذات. سؤال كبير جدا جدا ولكن سأجيبك عليه. أولا أنا أرى أن السياق طبيعي جدا. قلت لك المراحل التي مر بها المجلس من إعلان من صدور المرسوم المعدل من تعيين الرئيس من إلى آخره حتى إلى الانطلاق، أنا أرى أن نحن انطلقنا في فترة عادية، نحن كنا نجهز مقر، تم تجهيز المقر قبل الانطلاق بيوم واحد أو يومين، تم تجهيزه بشكل تام وبالتالي انطلقنا. صحيح أن هنالك طبعا بعض الظروف، ولكن أنا لا أراها بهذا الشكل، لا أرى أنه هنالك طبعا حوار، وطبعا إن شئت نتحدث عنه، نحن ليس لدينا خطوط حمر، نحن ممكن نتحدث. طيب كيف تنظر إلى الحوار المرتقب؟ أنا أرى أن الحوار هو شيء إيجابي، لأنه إذا لم نتحاور فما الذي سنفعل؟ نحن في النهاية الوطن للناس كلهم، الوطن ليس لرؤيتكم داخل المجلس. طبعا نحن رؤيتنا أننا طبعا مع الحوار ونتحدث مع كل الناس ونتحدث مع شباب الموالات وشباب المعارضة، ليس لدينا أبدا فئوية أو لدينا أحزاب دون أحزاب وشيء من هذا القبيل، وللأمانة لم يقل لنا أبدا رئيس الجمهورية في المرات كلها التي نجتمع معه إلا أنه المهم عنده أن ننهض بالبلد، نضع استراتيجيات واضحة، أن ننصحه، وبالتالي قدمنا له ما ينبغي للشباب، ولم يقل لنا مرة ولا بالمرة قط أن نتحدث عن هذا الذي تقول. طيب الرئيس اجتمع بالشباب في لقاء الرئيس والشباب أنتم الأمل 2014، قدموا مجموعة من المشاريع، حينها كان مطالب من أي شاب يريد أن يتقدم أن يشارك في ذلك اللقاء أن يتقدم بمشروع ورؤية وإلى غيره، كل تلك المشاريع التي يعددها البعض بأنها وصلت إلى حجم البيئات من المشاريع المدروسة من شباب نخبة، كل تلك المشاريع راحت لا حديث عنها حتى. لا لم تروح، كيف؟ من قال أنها راح؟ هكذا يقول أصحاب هذه المشاريع. لا لا لا، سيفهمون وسيعلمون أنها لم تروح وأنها لم تضيع وأنها في أيادي أمينة. كل هذه المشاريع نحن في المجلس الأعلى سنأخذها إضافة إلى أفكارنا وإضافة إلى الاستراتيجيات التي عندنا، سنبني على كل هذه العصارات التي خرجت من خيرة هؤلاء الشباب سواء في اللقاء أو سواء من عندنا، وزيادة على ذلك سنفتح المجال كذلك على صفحات الفيسبوك وعلى موقعنا وفي المقر لإضافة ولتحسينات، لأن نحن في النهاية بشر، يعني هذه المشاريع لم تضي، وطمئن الجميع بأن كل تلك المشاريع هي في أيادي أمينة، وأننا سنبني على ما قالوه زيادة على ما عندنا والاستراتيجية التي عندنا، وبالتالي لم تضي أبدا. طيب هل لديكم قناعة أنكم تمثلون الشباب الموريتاني فعلا في ظل ما يقول البعض أنه لا حق لكم في تمثيل الشباب؟ لكن اسمح لي أن أسمع منك الإجابة لكن بعد الفاصل، فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من حلقة المشهد لهذا المساء، والتي نناقش فيها رؤية المجلس الأعلى للشباب للتحديات التي تواجه الشباب الموريتاني، بعد مناقشة هذا الموضوع بحيدة الخطر عضو المجلس الأعلى للشباب ورئيس لجنة الحكامة. أهلا وسهلا بك مرة أخرى، كان سؤالي قبل الفاصل، هل لديكم قناعة أنكم فعلا تمثلون الشباب الموريتاني في ظل ما يقول البعض أنه لا حق لكم في هذا التمثيل؟ مجلس غير منتخب على معايير من لجنة
ربما يطعن البعض أو يشكك في مدى صدقية أن تنتخب مجلس ويمثل الشباب الموريتاني الذي يمثل 70% من هذا الشعب. أولا أنا أقول أن هل لديهم هم الحق أن يحكموا علينا؟ بعض هؤلاء الذين يتحدثون على الأقل لديهم الحق لأنهم لا لم ينتخبوه. لا لا طبعا هم لم ينتخبوه لم يتولوا، لكن ليست كل المجالس، مجالس ليست أول مرة في موريتانيا، المجالس الشبابية حدثت في دول عربية كمصر والأردن وفلسطين، وحدثت حتى في أوروبا الغربية وبعض دول إفريقيا، وليست كل مجالس الشباب ولا أظن لا يوجد قاع مجالس شبابية منتخبة بهذا الشكل. لا ليست أظن أنهم هم الحقيقي أو الذي ينبغي هو أنهم ينبغي أن يحاكموا أداءنا وما سنقدم وما سنقدم. أنا أقول لك أنا أعرف لما أكون أريد أن أرد على بعض الذي يقوله البعض لأنه لا أرى أنه يرقى إلى الشباب يطرحونه. صحيح صحيح، ولكن سأعود أقول لك نحن نمثل الشباب لأننا آتين من أعماق الشباب وآتين من الشباب ما يسمى بالشباب المطحون وآتين من أعماق الجامعة. مثلا أنا أقول لك نحن كنا إن لم نكن نحن نمثل الشباب من يمثل الشباب؟ نحن كنا نمثل الشباب الثانويات، كنا نمثل الشباب في الجامعة ناشط 4 سنوات، كنا نمثل الشباب حتى في بعض دول الأجنبية. هذا بالنسبة لكم أنتم شخصيا؟ لا بالنسبة لي وبالنسبة للآخرين. لا ليست القضية تعلق المجلس ربما شخص أو شخصان فقط. لا ليست القضية تعلق على الأقل في هذه. أنا أقول لك لو جرينا استطلاع رأي أقول لك لكانك لتأكدتم من أن كلامي صحيح. نحن نمثل الشباب والشباب يثق بنا، وكذلك أقول لك ليس فقط القضية تعني بشكل شخصي، أعضاء المجلس الآخرين هم كذلك كلهم لديهم لأن فيهم أساتذة، مثل هنالك أساتذة يدرسون في الجامعات، هنالك كلهم آتين من 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 أعماق الشعب الموريتاني، كلهم آتين من الإدارة، كلهم آتين من الشباب، وبالتالي ليس بالضرورة ما يقال صحيح أو أنهم شباب برجوازية أنهم شباب، كلا هؤلاء الشباب هم ملتصقون بالشعب ملتصقون بالشباب. هؤلاء الشباب تجدهم في المستشفيات يساعدون الضعفاء، تجدهم في الأحياء السكنية يوزعون، تجدهم في الهيئات الخيرية. أقول لك نحن لو لم يكن حب الوطن لما شاركنا فقط لما شاركنا في المساعدة الشباب، لأن لو بقينا نحن على أنفسنا كلنا باستطاعته أن يكون في وظيفة راتبها 3 أضعاف ما هو الآن، ولكن الوطنية هي التي أدت بنا إلى هذا وليس ما يقوله البعض من أجل الفتات أو من أجل المادة. كلا تقدموا بمقترح أن يكون المجلس على الأقل في صيغة الثانية ونسخة الثانية مجلس منتخب لكي يكون على الأقل هناك نوع من الشرعية. أقول لك أولا هذا ليس الحق لنا، هو أولا المجلس هو المجلس يعلنه رئيس الجمهورية أو هو الذي يعينه، هذا حق طبيعي لرئيس الجمهورية، وبالتالي نحن لن نقفز على هذه الحق ذلك مؤسسات. أنا أظن أنه بهذا الشكل المجلس هو قريب من الانتخاب، المجلس يمثل الشعب، المجلس يمثل الشباب، لأن الاستمارة لا يوجد بها اسم شخص، القضية تتعلق بالكفاءة، والمكتب كان يتطلب أن يكون من بين خيرة الشباب ومن بين الدارسين ومن بين حاصلين على شهادات عليا، لأن هؤلاء 14 يطرحون استراتيجيات، ولكن قل لي هل سنشرك الشباب الآخرين اللي مثلا أصحاب مثلا؟ طيب هل لديكم الآن دوام رسمي منذ طلعت العمل؟ نعم نحن لدينا دوام رسمي من يوم الاثنين، مثلا من يوم الاثنين، وكان عندكم الليلة البارحة أصحاب خطوة الذين كانوا أمام القصر الرئاسي اتصلوا بي شخصيا بعد المؤامرة وأتونا في المقر أو 13 أو 14 شخص. لكن ما لا تمتلكون لتقدموا لهم؟ اسألهم هم يعرفون أننا قدمنا لهم حلولنا وقدمنا لهم بعض الحلول عملية مثلا وظائف عملية لو سألتهم الآن أو وظائف على سبيل المثال سنقدم لهم حلول. هم لديهم مشكلة ونحن فتحنا أبوابنا أبواب المقر من يوم الاثنين، وهم اتصلوا بنا بعد تلك الوقفة في الرئاسة، اتصلوا بالشخصية واجتمعت بهم داخل قاعة الاجتماعات في مقر المجلس، وطبعا أخذنا مطلبهم، وإن شاء الله عند رجوع الرئيس من دكار سيجتمع إن شاء الله المكتب التنفيذي على مطالبهم هم ومطالب الآخرين وعلى ما عندنا نحن وما نوفك. نحن نعرف مشاكل الشباب لأننا آتنا من الشباب، نحن نعرف مشاكل هؤلاء وهم يعرفون أننا نعرفها ويعرفون أننا سنقدم لهم حلولا. طيب سنأتي على ذلك في استراتيجيتكم وتفاصيلها، لكن السؤال يبعثني ذلك إلى السؤال يعني متى تم إعداد استراتيجيتكم هذه؟ الاستراتيجية كما قلت لك سابقا أننا بدأنا فيها من يعني بعد إعلان التعيين مباشرة تقريبا بشهر. بالتشاور مع من؟ لا الاستراتيجية بدأناها نحن، أقول لك نحن مستقلين في عملنا من إنتاجكم أنتم مع المجلس، من إنتاجنا نحن لا يملا علينا أي شيء. طيب ما هي الضمانات التي ترون أنها ستكون كفيلة باستمرارية هذا المجلس، خاصة أننا أمام نهاية مأمورية ثانية رئيس موريتانيا محمد بن عبد العزيز، ومحمد بن عبد العزيز ربما كل قوة هذا المجلس هي مستمدة من الرئيس محمد بن عبد العزيز، مستمدة من الرئيس محمد العزيز ومستمدة من أعضاء الحكومة ومستمدة من الفاعلين ومستمدة من النقابات ومستمدة. المجلس ليس قضية شخصية، المجلس كان حاجة والمجلس هو إنجاز عظيم، طبعا أنا أسميه إنجاز عظيم للشباب الموريتاني لأنني قبل لقاء الشباب بسنتين ونصف
كنت مع 3 آخرين نفكر في شيء كهذا قبل لقاء الشاب بسنتين ونصف، كنا نفكر في شيء كهذا، وطبعا 3 كلهم موجودين. وبالتالي أنا أرى أن الضمانات، هذا سؤال جيد، الضمانات هي طبعا الدعم من طرف السلطات العليا، من طرف فخامة رئيس الجمهورية، كذلك الدعم من طرف كل الفاعلين السياسيين والفاعل والإداري، والدعم من طرف الشباب نفسه ومن ثقة الشباب في الشباب، لأن الشباب إذا لم يثق بعضه في البعض سيبقى يظهر للناس ما يقوله أنه شباب، أنه صغير، أنه سيبقى أضحك. وبالتالي القضية تتعلق ب أو صمام الأمان هو ثقة الشباب في نفسه، وكذلك طبعا الدعم من طرف رئيس الجمهورية. اسمح لي بمحورنا الثاني وهو رؤية ومقترحات المجلس الأعلى للشباب لواقع الشباب الموريتاني. كيف ترون أو تصفون واقع الشباب الموريتاني اليوم؟ طبعا نحن نرى أن واقع الشباب الموريتاني كالعديد من الدول هو واقع ينبغي أن يتحسن، هذا لا جدال فيه، لأن الشباب الموريتاني يمثل أكثر من 70%، طبعا فيه ما زالت فيه البطالة، ما زالت فيه، ولكن هنالك تحسنات وهنالك تغيرات. طبعا لست معنيا طبعا بإعطاء أرقام في هذا المجال لأنه طبعا لا يعنيني، ولكن كشاهد عيان، لأن نحن قلت لك أننا مسؤولون عن فقط ما سنجزه، ولكن مسؤولون عن واقع الشباب على الأقل. لا أنا أقول لك ما طبعا بعدما أصبحنا طبعا نحن في المجلس طبعا مسؤولون، ولكن نحن نشخص طبعا قبل ذلك، لأن الشباب حالته ليست فقط اليوم، ليست ولدت اليوم، الشباب كان في البطالة، منتشرة في الفقر إلى آخره، ولكن نحن عملنا على خطة من أجل تقليص كل هذا. أنا أرى أن إشراك الشباب هو ضرورة ملحة، وأرى أن الرئيس صرح بأنه لا بد من إشراك الشباب ولا بد من إدماجه بالحياة السياسية في كل شيء. أرى أن على الشباب أن يتحمل المسؤولية وأن يستعد لكل هذا. أرى أنه طبعا هنالك دماء جديدة، لأنك أمر هنالك حكام مساعدون كلهم شباب، هنالك أولاد مساعدون كلهم شباب، هنالك طبعا في البرلمان شباب، هنالك طبعا لا زال هنالك الكثير والكثير. طيب ما هي الأولويات لديكم اليوم؟ هناك بطالة الأولويات في بين صفوف الشباب، صحيح هذا صحيح، إلى غيره. يعني كيف ستتعاملون مع هذا الواقع بشكل ملموس؟ طبعا بشكل ملموس، أولا نحن هيئة استشارية، طبعا نعرف حاجيات الشباب، قدمنا رؤية لرئيس الجمهورية وسنقدم طبعا رؤية أخرى أكثر تفصيل بكل هذه المشاكل والحلول في نظرنا. وطبعا نعرف أن الرئيس مهم عنده المساعدة. كيف تعشكل هذه الرؤية ومتى قدمت؟ معرف طبعا قدمنا رؤية في قبل طبعا قبل أيام لرئيس الجمهورية، وكانت رؤية محترمة، وهي تتحدث الأولويات فيها هي للشباب، الأولويات فيها للشباب طبعا تشغيل الشباب، وأظن أنه نحن وشنا حتى لجنة لتشغيل الشباب. أظن الحاجة لهؤلاء اللجان الذين أشرفنا عليهم طيلة هؤلاء الأشهر هم لجان منبثقين من حاجات، ليسوا فقط مناصب أن يكون هنالك نائب رئيس وهنالك أمين عام إلى آخره، لا، نحن أجرينا دراسة معمقة، وبالتالي ارتئينا بأن هؤلاء اللجان يمكن أن تحل عن طريق الشباب. أولا الإعلام والاتصال، كما تعرف الإعلام اليوم أصبح ضرورة ملحة، وبالتالي بدون إعلام لا يمكن أن نقدم أي شيء. كذلك لجنة للصحة والحماية الاجتماعية، كذلك لجنة للحكامة، كذلك لجنة للمقاولات ومناخ الأعمال، لجنة التعليم والتقنيات والبحث والابتكار، وهذه اللجنة مهمة جدا بها 5 أشخاص، لجنة العدالة واللحمة الاجتماعية وحقوق الإنسان، لأن مهم عندنا جدا تلك القضية، لجنة الثقافة والرياضة والتربية والسياحة، لجنة الدمج والتشغيل وتمكين الشباب والتكوين المهني، هناك لجنة خاصة. هناك لجنة خاصة. ماذا تمتلك هذه اللجان؟ ماذا يمتلك المجلس هذه اللجان للشباب الموريتاني؟ هذه اللجان كلها طبعا حتى أكمل، لجنة التنمية الاقتصادية والبيئة التحتية. إذا هذه اللجان نحن نرى أنها لجان ستلبي حاجيات الشباب الموريتاني. هذه اللجان ما هو دور هذه اللجان؟ كل رئيس لجنة سيعكف مع طبعا زملائه في اللجنة على تقديم تصور ودراسة. أنا قلت لك أن نحن هيئة استشارية، ولكن بحسب ما أرى شخصيا من دعم رئيس الجمهورية أعرف أن ما سنقدمه سيظهر للعلن وستكون له إيجابيات على الشباب الموريتاني. الشباب الموريتاني هنا عندما تحدث عن كل أصناف الشباب الموريتاني، ليس فقط الشاب الذي ما زال على الطاولة. الشباب الذي ما زال، أنا رئيس الجمهورية سيلبي كل ما ستقدمون به، أو على الأقل سيأخذ اعتبارات. حسب أولا حسب لقاءاتنا مع رئيس الجمهورية أرى أنه كان صادقا في هذه القضية، كذلك إنشاؤه للمجلس الأعلى للشباب، هذه الإرادة كلها حد تصريحاته دائما حتى مؤخرا في النعمة، كل هذه تعطي إشارات على أنه مهتم بالشباب. الآن ينبغي نحن أن نثبت في الخطاب، يراه البعض اهتمام في الخطاب. طبعا ننتظر حتى يثبت العكس، ننتظر حتى يثبت العكس. مأمورية ثانية يعني هربت من النهاية. لا أنا قلت لك أنا هنا لا أتحدث عن مأمورية الرئيس، لذلك نحن نتحدث عن المجلس الأعلى للشباب. تحدثت عن رئيس الجمهورية طبعا متفقون فيه. الآن رئيس الجمهورية حمل الشعار إشراك الشباب، لحد الآن لم يتم إشراك الشباب، يعني أتحدث في منتصف مأمورية ثانية.
لا نحن نعتبر نحن نعتبر ثقة 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 بالرئيس نعم ثقة تامة. على ثقة أي تامة. أساس بنيتم هذه الثقة؟ هذا هو سؤالي بغض النظر لسنا في نقاش. نحن جلسنا مع الرئيس وتحدثنا معه بكل صراحة وقدمنا له ما عندنا واستمعنا له واستمع لنا، ومن خلال هذه الأحاديث أنا شخصيا أستطيع أن أقول بأن الرئيس يثق في الشباب ويريد تمكين الشباب، هذا مطلب وهذه إرادة قوية عنده. نحن كذلك سنكون على قدر المسؤولية إن شاء الله، وستثبت الأيام إن شاء الله. بعد أقول لك نحن من الشباب العملي، نحن إن شاء الله كل 6 أشهر نجري تقييم لعملنا، لن نبقى فقط هكذا حتى تنتهي 3 سنوات. طيب طرح عليك سؤالي لحد الآن، ما الذي تمتلكونه اليوم الآن لتقدموه للشباب الموريتاني؟ قلت لك أننا نمتلك، أننا سنحمل أصواتهم إلى الجهات العليا كما قلت لك، نحن دورنا استشاري بما أننا آتنا من الشباب ومن أعماق الشباب، نعرف مشاكلهم، شخصناها برؤية واضحة، نعرفها بشكل جيد، قدمنا لها حلولا، وما زلنا كذلك سنأخذ الحلول كذلك من الشباب بالطريقة إن شاء الله، سواء على الفيسبوك أو سواء في المقر أو على الموقع الإلكتروني، يعني سنتواصل أكثر وإن شاء الله سنعزز تلك الرؤية بما سيقوله الشباب الموريتاني. طيب الاهتمام بالشباب باب شعار حملته كل الضبة المتعاقبة في موريتانيا، مع ذلك ما زالت التحديات أمام الشباب في ازدياد، هذه حقيقة، هذا واقع، يعني كيف ستتعاطون مع هذا الواقع؟ هذه صحيح، هذا واقع ولا يمكن لأي شخص أن ينكره، وأنا أقول بأن هذه التحديات هي موجودة، ولكن مع الإرادة ومع الصبر ممكن أن نتخطى هذه العقبات وهذه الحواجز. أنا هنا أرجع وأقول لك بأن نحن الشباب نتحمل الجزء الأكبر، علينا نحن الشباب أن نثبت جدارتنا وأن نصبر وأن نكون على قدر المسؤولية وأن نتعلم قبل أن نقدم على أي شيء آخر، لأنه بدون العلم لا يمكننا أن نتقدم. إذا كنا شباب متعلم، شباب وطني، شباب يعرف أن موريتانيا ما زال بحاجة إلى أيدي أبنائها البرارة، شباب يعرف يرى ما يحدث الآن في الوطن العربي من الأشياء، ستتقدم موريتانيا إذا وجد الشباب يفكر بهذا الشكل. الوطن العربي ورا ما يحدث في موريتانيا أيضا ما زال يعاني من بطالة بلا غيره. صحيح أن هنالك بطالة، ولكن صحيح هنالك بطالة زيادة على المشاريع التي لدى الدولة، نحن كذلك لدينا مشاريع، لأنه لدينا تكوينات من الشباب الموريتاني، لدينا بعض المشاريع الصغيرة التي نفكر في أن نقدمها. كل هذه أقول لك خلال بعد تقريبا فترة وجيزة، لأن أنت تعرف نحن لم نكمل طبعا هيئاتنا كلها، مثلا لدينا جمعية عامة، هذه الجمعية العامة هي تمثل جميع الولايات، يعني ستمثل الولايات 15 لموريتانيا، لكل ولاية ممثلين. كذلك لدينا لجان تقنية، إن شاء الله بنهاية هذا الأسبوع ستكون لنا إن شاء الله جلسة لنحدد المعايير أو نكمل التحديد، لأننا بدأنا بتحديد المعايير، نكمل المعايير التي سيتم على أساسها اختيار هؤلاء الممثلون، يعني الذين هم أعضاء، سيكون أعضاء الجمعية العامة وكذلك اللجان التقنية، ومن ثم إن شاء الله سننطلق. لا يمكن أعطيك تاريخ محدد، ولكن أقول بأنه قريب وقريب. بحيدة والخطر عضو المجلس الأعلى للشباب ورئيس لجنة الحكامة، شكرا جزيلا لك وتضيجي في هذه الحلقة من المشهد. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، إلى ألتقي بكم في حلقة أخرى. أطيب المنى، السلام عليكم.